شويه لين في حد شيء مادام قالها الشيخ نذير بن موسى كان سمح اقولها تاع الاصلح كان هو يقصد تاع الاصلح حتى كان كاين الززارة اثنين كاين واحدة تاع ززار قلتها البارح تاع واحد ززار حل جديد في هذه نرجع لهذيك حل جديد في بلاصة وبدا يبيع بالرخيص وطاحت عنا الناس جاه واحد ماك عارف الناس حتى رخيص يزيد يلصقه نايزوالي قال له انت نعطيك زوز كيلو بمئة الف برا قد روحك وقت تخدم في الشنطيات من ثم وهي مش بطاطا الراجل عادي يقول حاليا ثلاثة يجي يضرب زوز كيلو وهلا ومن بعدها يجي نهار ما لقاش يجي النهار الثاني ما لقاش يجي النهار الثالث ما لقاش يلقى الذر قال لهم الززار الحل جديد ونو قالوا لي هي ودوه الشرطه وفي الباط لقوا يذبح في الاشهب قال لهم حتى نحس في روحي ثلاث ايام باش نهق ما قدتش اما الزازار الاخر الزازار الاخر هذا واحد